أهلا وسهلا يا أحمد. أهلا وسهلا بس بريما، يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. الحمد لله الحمد لله، ألف الحمد لله. الحمد لله رب العالمين دكتور. أنت طمن على أخبارك أمورك. أنا أحمد الله يعني منيح إن شاء الله. الله يكرمك يا أحمد، رضا يا رب. الله يسعدك. أحمد عاطف، أنت ليش بتقول عن حالك أحمد رضا؟ أحمد عاطف. اسمك عندي أحمد عاطف صح؟ أنت بتقول أحمد رضا، لا الله لا، يرضى عنك. أحمد عاطف. ماشي ماشي. يمكن في حد ثاني اسمه أحمد رضا دكتور. بس ما هو مش ظاهر عندي قدامي، لذلك ممكن زي ما حكيت انت. أنا دائما أفوت في اسم أحمد عاطف وعادي، يعني ما مش أحمد رضا. الله لكن يكرمك في يا احمد. انا بكون مبكر قبل شوي على اساس اذا في حد عنده اي اسئله يسال او اي تعليق على المحاضره السابقه. طب بدي اعمل معكم شغله وانتم موجودين. هلا انا اذا عملت هيك ستوب شير راحت الشاشه، بدي احاول افتح لكم فيديو اشوف اذا بزبط ولا لا. ظهرت امامكم شاشه ثانيه احمد لا لسه عاطف دكتور، لا لسه؟ لسه طيب تمام. هذا اوكي. ظهرت قدامكم شاشة ثانية ولا لا؟ اللوحة بتاعت الزوم. ماشي ماشي. إذا هيك عرفت شو أعمل. الله دكتور انت حط شير اول بصير تفتح عادي فيديو يفتح عندك. شير اول بصير اعمل اشوف اذا في شير اول. فيش عندي الا شيء. طيب اكبس عليها من تحت بيكون عندك في فاتحة. شير سكرين، فين شير اول ممكن الاقيها؟ بمور مش الساعة عندك هي بتكون فاتحة صفحة فيها عدة نافذات، في الكورنر تحت، في الكورنر تحت مكتوب شير، اكبس عليها وبتصير تفتح عادي على جوجل او يوتيوب او شيء فيديو عن يعني على شو اللي موجود قدامكم؟ هسا صفحة جوجل اللي فيها زوم مكتوب. طب تمام، اجرب هلا اشوف كيف بدي ارجع على ماشي ماشي. هلا هون بديش اعمل ستوب شير، يعني سيتها لو عملت لا ستوب تعمل شير ما فيش داعي لستوب شير سيتها. عادي بتكمل. طيب هلا اشوف شير سكرين، هاي شير ظهرت زوم. طب كيف بدي ارجع حتى اطلع على بقدر هون ارجع هيك ظهرت هاي اللوحات هيك عمالها بتتكرر عندكم كلها؟ هيك سلايدات هيك سطح المكتب لللابتوب. روح الله يكرمك الله يكرمك يا ابني.
طيب خلينا احنا هلا نبدا. صار الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المره الماضيه وقفنا على موضوع الاستراكشر. حدا بذكرني الاستراكشر من ايش مكون؟ من الماتيريال ومن اللود من السيستم. والسيستم ماتيريال لود وسيستم. هلا نبدا باللود. يعني انا بدي اجل الماتيريال لوقت لاحق، بس بدي احكي شوي عن اللود. شو انواع اللودز اللي موجوده على المنشا؟ ديد لايف. ديد لايف. وايش كمان؟ لاترال. ويند. وين لاترال؟ خلينا نحط اللاترال وكلهم تحت اسم انفايرمنتال لودز. انفايرمنتال لودز. احنا تعلمنا بقانون نيوتن انه اللود تدد وجرافيتي كيف بنحسب؟ الدد والجرافيتي كيف بنحسب؟ قانون نيوتن. الدد هو سميشن اوف فورسز. شو بتساوي؟ ماس في ايش؟ في اكسلريشن، صح؟ شو تمام. وهلا الاكسلريشن للجرافيتي قد ايش؟ 7.81 اللي ام جي. لذلك احنا اذا بدنا نحسب الديد لود او اللايف لود، الموضوع سهل، ام في جي. الاشكاليه عندنا انه في حمل جديد الان بدنا نقعد نحكي عنه، اللي هو الايرثكويك لودينج. هل الايرثكويك لودينج تتوقعوا انه يكون يعني وضعه مختلف عن اللود اللي احنا بنحكي عنه، ولا نفس اللود؟ خلينا نعطيكم شوية فيزياء. لما طلع نيوتن حكى عن الطبيعة البارتيكل، طبيعة البارتيكل. ولما حكى عن طبيعة البارتيكل صرنا نتعامل مع البارتيكلز بقوانين نيوتن. summation of forces تساوي mass by acceleration. لأنهم شافوا طبيعة تانية اسمها الويبز، وأظن ماكسويل اللي اكتشفها. فصار في شغلات احنا نتعامل معها مع الويبز. اجت الكوانتم ميكانيكس وبالأخص أينشتاين، وقال إنه الجسم له طبيعة مزدوجة، يعني أحياناً بتصرف كبارتيكل وأحياناً بتصرف كويب. مين معي؟ أنا أمير. يا أمير، أهلا وسهلا. في عندك ملاحظة؟ هذا أحكي إنه مرات إنه الجسم عبارة عن ضيئات وعبارة عن موجة. 100%. هلأ لما بتصرف كويب، كويب الماس له بتكون زيرو، ولما بتصرف كبارتيكل بيكون له ماس. يعني طبعا هذا الكلام شباب بدخلش عائلة اي مخلوق، لذلك بالكوانتم فيزيكس ما حدش فاهمها عالميا، لكن اثارها في العين واضح. يعني احنا بالعين لما عملنا تجارب اكتشفنا انه في شغلات عملنا بنشوف اثارها كويبز، وفي شغلات بنشوف اثارها كبارتيكلز. وهم صارت تحيير العمل العلماء، نتعامل معها كويف ولا كبارتيكل. وبالكوانتم ميكانيكس اضطروا انهم يدخلوا شغله اسمها probability. هلا لما نيجي لاحمال الزلازل شباب، بدكم تفكروا بنفس الاسلوب، انه الزلازل. هلا اذا انا بدي احكي عن الاحمال، ظهرت قدامكم اللوتس. تمام. هلا اللوتس قلنا في ديد وفي لايف وفي انفايرومنتال. في ديد وفي لايف وفي ايش؟ انفايرومنتال. هلا الانفايرومنتال انا بديش احكي عن الويند لانكم تاخذوا هذا بالستيل ديزاين، ولا بدي احكي عن التمبريتشر لانكم ممكن بتغطوها اكيد في الاستراكشر، واغلب الظن ممكن بالستيل نحكى عنها على اساس كيف انك انت ما تعملش تمبريتشر لودينج للستيل. لكن بالسويل بريشر اون سب ستراكشرز هاي بتاخذوها بخرسانه ثلاثه لما بتصمموا الوولز. وفي انواع ثانيه انا بديش اقعد اذكرها، بس مساقنا هذا مينلي بالايرثكويك. مساقنا مينلي بايش؟ بالايرثكويك. وبدي اورجيكم ظاهره في الايرثكويك هلا نشوفها سوا. هل ظهر عندكم فيديو، شريط فيديو؟ دكتور ظهر. هلا في بداية الفيديو بيقولنا كيف بدنا نصنع هالآلة. أنا بدناش نطلع على صناعتها، بدنا نشوف بعد ما يصنعها.
دكتور بس علي صوت الفيديو خليه يظهر عنه أحسن. الصوت واضي بالفيديو وهذا أعلى شيء، بس هلا أنا بدي أشرح لكم التجربة بدون ما تسمعوا الفيديو شو بده يعمل. هلا بتلاحظوا أنا في عندي ثلاث كتل، هاي الثلاث طبعاً إحنا نعملها بالوجاهي، نجيب التجربة قدام الطلاب نعملها. هلا لأنه تعليم مش وجاهي صعب إنه أعملكم إياها قدامكم بالمختبر، لكن اللي بتطلع على تصوير محاضرات سابقة لتطبيقات حاسب بلاقينا جبنا هذا نفس آي بكتل مختلفة وعملنا التجربة بالمختبر. هلا بداية هدول الثلاث أجسام تتوقعوا لهم نفس الكتلة ولا لا؟ بتوقع نفس الكتلة. رائعة. طيب هل بتتوقعوا إنه الاستفنس تكون نفسها لهدول الثلاثة؟ لا. هلا مين تتوقع يكون له أقل استفنس؟ الطويل هذا. ليش الطويل هذا أقل استفناس؟ لأنه بتطلع لو إحنا بدنا نحسب العلاقة بين الديفليكشن والفورس بطلع عنا الفورس الكونسنتريتد فورس في التكعيب على 3 إي آي بتعطيك الدلتا، فمعناته الاستفناس بده يكون 3 إي آي على التكعيب، فكل ما ال زادت شو بصير في الكيم بتقل كتير. هذا طبعا له كي ماله أكبر من هذا، وهذه إلو كي مالها أكبر من هذول الاثنين. نرجع لمساق الداينامكس. في المساق الداينامكس تعلمنا إحنا بيريود. حتى بتذكر معادلة البيريود لما أنا بدي أحسب بيريود لمنشأ شو معادلته؟ يعني باختصار تتوقعوا البيريود لهذا المنشأ يكون أكبر من هذا ولا أصغر من هذا؟ بالحس بدي أسألكم، لو مسكت هاي الكتلة وشلتها هيك وتركتها بتروح وبترجع بشيء اسمه vibration، الوقت اللي بدها تاخده حتى تروح وترجع مقارنة بهاي الكتلة لو سحتها، الوقت حتى تاخده حتى تروح وترجع، مين بتتوقع تاخذ وقت أطول؟ الطويلة ولا القصيرة؟ الطويلة. الطويلة. متفقين حسيا؟ هلا حتى إذا اتفقنا حسيا نرجع نقول كالآتي، معادلة اللي انتو أخذتوها في الداينامكس للبيريود إنه البيريود بتساوي 2 باي الجذر التربيعي للماس على الكيم. فلاحظوا هلا كل ما زادت الماس، يعني لو كانت هاي الماس كبيره جدا وزحتها راح تلاقي لك تاخذ وقت طويل حتى ترجع، بما انه الجذر التربيعي لام على كيم، وكل ما الكي عندي قلت كل ما البيريود زاد. اذا هلا هذا له بيريود عالي كثير، هذا له بيريود مختلف، هذا له بيريود مختلف. شوفوا لو انا حركت هاي ببيريود عالي، شو يعني بيريود عالي؟ حركتها شوي شوي، فكركم شو راح يكون الأثر؟ مين اللي بتتوقعوا الكتلة تتأثر ومين اللي ما تتأثر؟ الطويل. رايحين تكتشفوا بالفعل إنه الطويل عماله بتأثر وهدول لا حاسين بأي شيء. طب لو هاي حركتها ببيريود يقابل هذا تقريبا، رايحين تلاحظوا هذا بتأثر واللي حواليه تقريبا ما بتأثروا، ولو شيت لهذا وحركت ببيريود كتير كتير قليل رايحين تلاحظوا هذا بتأثر والباقي ما بتأثروا. خلينا نطلع على التجربة الآن. إذا الصوت في حدا بده يسأل قبل ما نطلع على التجربة؟ حدا بده يسأل قبل ما نطلع على التجربة؟ خلينا نطلع. الكل متابع معي؟ هذا تعلمنا من هاي المشاهدة إنه الآن في طبيعة مزدوجة للزلزال. الزلزال كأكسلريشن إذا أخذناه كنيوتن لو، الفورس بتساوي ماس في أكسلريشن، بمعنى إنه كل ما زادت كتلة المنشأ. شباب أنا الخطأ مني، عرفتوا ليش أنا كنت ما بحبذ إنه حدا يحضر
اللقاء. السبب انه لو واحد اجى خارجي، لو كنا احنا في الصف وشفت واحد بأثر على الصف بقوله اطلع، لكن هلا مثلا طلع صوت من الجهاز، هذا الجهاز من اي صوت طلع؟ لو واحد خارجي حب انه يلغي كل المحاضرة بيقدر يلغي كل المحاضرة عن طريق انه يطلع صوت. لذلك كوني ما بقدر اعمل كنترول، انا لو اجى حدا خارجي اضطريت اني اعتذر، بما ان انا بصور المحاضرات وبنزلها لكم مصورة، انا بتمنى عليكم اي واحد بحب يحضر هاي المحاضرات تزودوا له اياها بالمحاضرات المصورة. المهم هلا اكتشفنا انه الزلزال له طبيعة مزدوجة. شو يعني له طبيعة مزدوجة؟ يعني قوته على المنشأ بتتأثر بالكتلة كماس في acceleration، وبتتأثر ايضا بايش؟ بالفريكوانسي للمبنى والفريكوانسي للزلزال. سؤالي، انا بسيطر على الفريكوانسي للمبنى ولا على الفريكوانسي للزلزال؟ للمبنى. للمبنى. اذا هذا اول فكرة بدي احطها براسي، انه انا بقدر اصمم فريكوانسي لمبنى، اما الزلزال اللي بده يجي ممكن يجي باي فريكوانسي. يعني باختصار شباب، ممكن يجي زلزال يهد كل المباني اللي موجودة ويبقى مبنى واحد مش مبنى، يضل واقف. هلأ هاي الطبيعة للأحمال لازم الآن نفهمها، لازم نفهم إنه بالكوانتم فيزيكس فيش عالم قادر يفهم التصرف، واضطروا بالكوانتم فيزيكس يروحوا لشيء اسمه probability. هلأ البروبابيليتي الإحصاء شباب، حتى أقولكم أنا مفهومي للإحصاء، أنا مثلا أنا عندي هلأ مسجل في المساق 17 طالب، الإحصاء عندي بما إنه محصور في 17 طالب علم الإحصاء ممتاز، لكن إذا كان الإحصاء مش محيط بكل المتغيرات يصبح علم الإحصاء كتير ظني ما حدش فاهم في شيء. فأنا بقدر أفهم الإحصاء 100% إذا بتعامل مع كم محدود ما بيزيد ولا بنقص. المشكلة عندنا الآن إحنا بالكوانتم فيزيكس، نحن ما نتعامل مع كم محدود إلا في حالة واحدة، إلا إذا حطينا هذا الكم ضمن شيء مغلق، ساعتها ممكن نتعامل مع شيء محدود. لذلك يعني مرة كنت أنا بسمع لأحد البروفيسورة للفيزيكس بده يحكي بالكوانتم فيزيكس، فده بشهادة الشكل قال لهم أنا عندي أخبار سيئة وعندي أخبار حسنة. الأخبار السيئة إنه أنا مش فاهم الكوانتم فيزيكس، والأخبار الحسنة ما فيش حدا على الأرض فاهم الكوانتم فيزيكس. فأنا الآن رايح أعلمكم كوانتم فيزيكس، وبعد نهاية هذا المساق أنشروا جهلكم في الكوانتم ميكانيكس في كل العالم. اللي أنا بدي أقوله شباب، العلم أحياناً بيجي من الخبرة. يعني بمعنى الخبير بيعرف الشغلة كيف، بيعرف كيف يعطيك الشغلة صح، لكن لو سألته، لو سألته هاي الشغلة ليش جت هيك بقول لك ما بعرفش. فأول خطوة بدي أحكي لكم إياها بعلم الزلازل، إحنا بعلم الزلازل لا يمكن ننجح في العلم نجاح طالما الكوانتم فيزيكس مش عامل نجاح، لأنه أنتوا قلتوا الحصة الماضية إنه الإنجينيرينج أبلايد ساينس. فإذا الساينس إلى الآن عنده مشكلة وبتعامل مع البروبابيليتي، اتوقعوا إنه البروبابيليتي أساس الإيرثكويك إنجينيرينج. ليش أساس الإيرثكويك إنجينيرينج؟ لأنها أبلايد على إيش؟ على كوانتم فيزيكس، وبما إنه الكوانتم فيزيكس أساسي فيها البروبابيليتي، فأصبح إنه في الزلازل أساس البروبابيليتي. كيف بدنا نتعامل مع هاي الظاهرة؟ بدنا نأجلها. لذلك هذا المساق أول شغلة بدنا نعرفها، إنه إحنا بنتعامل مع واقع مختلف. هلا احكي لكم عن شغله حصلت في مصنع حتى اقول لكم انه الفكر اهم بألف من العضلات. بحكي لكم اياها انشائيا بعدين بقول لكم اينشتاين كيف اكتشف هذا الشيء واخذ عليها جائزه نوبل. بالمناسبه اينشتاين ما اخذ جائزه نوبل على الريلاتيفيتي، لانه الريلاتيفيتي بزمانه ما كانش حدا قادر يفهمها الا قله. اينشتاين اخذ جائزه نوبل على كوانتم فيزيكس، واينشتاين مات وهو متضايق من الكوانتم فيزيكس. صحيح هو قدر انه يتعامل مع الظواهر ويحل مشاكله، لكن ما قدر انه ايش يستوعبه زي ما استوعب الريلاتيفيتي وغيرها، فمات هو متضايق من شيء اسمه كوانتم فيزيكس. هلا احكي لكم التجربه بالهندسه وبعدين اقول لكم عن التجربه اللي كانت بالفيزياء. هلا التجربه بالهندسه باختصار انه واحد جاب، تعرفوا في المصانع في عندنا شيء بنسميه كرين براكت. شو يعني كرين براكت؟ هو عباره عن جسر بتم بتحطه مركب على الاعمده وبيكون عليه عجلات. هذا الجسر بنسميه كرين براكت، بيمشي على العجلات من مكان لمكان بالمصنع وبنحط عليه اوزان. بنفس الوقت ممكن تحط عليه الات قص، يعني انا بدي مثلا اجيب الات قص كرتون، بكون الكرتون يمر والاله بتنزل طالعه نازله، شو بتعمل؟
بتقص بالكرتون. هلا هاي الاله بتكون معلقه على الجسر، فهي معلقه على الجسر وبتطلع وبتنزل، بتطلع وبتنزل بفريكوانسي. ففي احدى المصانع شغلوا الاله، اتشققت الاعمده، جابوا مهندس بفهمش بالكوانتم فيزيكس، مهندس كل راسه بجرافيتي لود وبام جي، بفهم بس بالكلاسيكال فيزيكس. فقوى الاعمده، لما قوى الاعمده رجع المصنع، المصنع لنفرض اول مره عانى المشاكل بعد اسبوع، ثاني مره عانى المشاكل بعد ثلاث اسابيع. رجعوا للمهندس قالوا له يا عمي رجعت الاعمده تشقق، كبرهم مره ثانيه، بعد شهر رجعت نفس المشكله. فاجوا لواحد بفهم كوانتم ميكانكس، قال له انتم عندكم مشكله ريزونانس. شو يعني ريزونانس؟ يعني فايبريشن. فكل اللي عمله اجى على الجسر هذا اللي موجود، حط بس كتلتين، هدول الكتلتين غيرت الكي، لما غيرت الكي تغير البيريود، لما تغير البيريود صار هداك يشتغل ولا كأنه الجسر حاسس انه بيشتغل. زي ما اطلعتوا انتو، انا كنت احرك احرك افقيا وجسم عماله ما بتحرك، وما ايش عماله بيعملوا بتحرك. فكل اللي عمله هو غير الفريكوانسي للجسر، لما تغير الفريكوانسي للجسر بطل في ريزونانس بين الآلة وبين الجسر. التجربة اللي انعملت في الفيزياء واكتشف فيها الطبيعة المزدوجة كان مفادها انه بالميتالز الالكترونز، في جزء من الالكترونز بتكون بتتحرك في الميتالز، فهي من هون بتطلع عندك الشحنة، الشحنة السالبة والشحنة الموجبة. فكانوا بيحاولوا انهم يخرجوا الكترون من الميتال، فيحطوا عليه ضوء على اساس انه يخرج، يعطوه طاقة انه يخرج، ما يخرجش، يزيدوا الانتنسيتي ما يخرجش، يزيدوا الانتنسيتي ما يخرجش. حتى واحد فيهم شو فكر؟ يغير الفريكوانسي. فلما غير الفريكوانسي استطاع يخرج الالكترون. هلا المشكلة انهم بدوا يعرفوا هذه الطبيعة المزدوجة للمادة. ان هاي الطبيعة المزدوجة انه الشيء احيانا بتصرف كبارتيكل وذ اماس، واحيانا بتصرف كفوتون وذاوت اماس. ما حدش يسأل، يعني واحد يجي يسألني يا استاذ انت فاهم شيء؟ بقول لك كده انا مش فاهم شيء، بس انا بقدر اقرب لك اياها كالاتي. هلا الانسان مش في نفس روح وفي جسد؟ لو حكينا عن الجسد نحكي عن الجرافيتيشنال، عن الكلاسيكال ميكانكس. لو حكينا عن فتره الحياه نحكي عن ماكسويل بيريود، اليوم كذا والمجرة. لو انا بدي احكي عن النفس قديش كتلتها؟ يعني لو جبنا انسان قاعد بيطلع الروح، بيخرج النفس عفوا، اخرجوا انفسكم، وزناه قبل خروج النفس ووزناه بعد خروج النفس، فكركم الوزن رايح يختلف ولا شيء؟ هو ما بيختلفش بقياساتنا اكيد، لكن ما بقدر اقول انه ما بيختلف. نرجع لعقلنا يا شباب، عقلنا بيقدر يستوعب زي ما قلت لكم، واحد على صفر مش زي عشر على صفر، مش زي مية على صفر. هلا النفس اكيد شيء مخلوق، بس هذا المخلوق طبيعته مش طبيعة بقدر أنا أفهمها من خلال الماس، ولا طبيعة بقدر أفهمها من خلال الويف. هاي النفس لابد اللي لها طبيعة مزدوجة، فحيان تتصرف كويف وحيان تتصرف كإيش؟ كماس. وعلى قناعتي إذا قدرنا إحنا نربطها بالنفس سهل ساعتها نفهم إيش؟ إنه إحنا نفهمش إشي، لأن لما ربنا قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأنتوا لما دخلتوا الآن في موضع إنه الشيء عم له طبيعة مزدوجة، طبيعة مزدوجة، اكتشفتوا صعوبة السيطرة عليه واضطريتوا للعلم الظني اللي هو الأحسن. فإحنا هلأ لما بدنا نيجي لشيء له طبيعة مزدوجة، لاحظوا هلأ من قبل وإحنا بنحكي عن الجرافيتيشنال كانت دقتنا في الفيوتشر دقة عزة شو؟ واحد على مليار من السكن. اجي اقول لك هذا الجسم اذا قفته من طائره متحركه بسرعه هالقد بقدر احدد بالضبط النقطه اللي بده ينزل فيها على الارض، بل بالعكس بقدر انا اطلع الان روكت على المريخ واحدد بالضبط النقطه اللي بده ينزلها على المريخ. مش بس هيك، انا بقدر احدد لك بالثانيه وباقل من الثانيه انت بده يحصل كسوف وقديش الخسوف وقديش فترته الزمنيه، طالما بقدر اتعامل بالجسم كبارتيكل. هلا اذا اجينا للويفز اللي موجوده ما حدا بيقدر يعطيك علم زي علم البارتيكل الا اذا انت بدك تلغي البارتيكل وتطلع كويفز.
هلأ إذا بدك تأخذ الطبيعة المزدوجة، يعني أكيد الشمس شباب لما بيصير فيها تفاعلات هيدروجينية بتقل من كتلتها، وهي عمالة تحول ذلك لطاقة. لذلك لما أينشتاين قال إنه الماس بتحول لطاقة على سرعة عالية جدا للإمسي التربيع، هون أصبح إن الريلاتيبتي سهل يفهمها أينشتاين ويقدر إنه يوصلها للناس ويقدر يفهمنا إياها. لكن وإحنا بنيجي للكوانتم فيزيكس نشعر بعجز الإنسان ونشعر ما أوتيته من العلم إلا قليلا. فعلم الزلازل شباب هو العلم اللي بيظهرنا قديش إحنا جهلة. طبعا جهلة لا يعني إن ما نتعامل كخبر. فالآن إحنا بدنا خبير زلازل، ما بدنا إيش، ما بدنا علم زلازل. هلأ علم الزلازل ممكن أوصلكم لشغلة، لكن خبير الزلازل البسيط ممكن أورجيكم لشغلة تختلف كليا. خلينا أورجيكم جزء من الفيلم. احنا معنين بس ناخد الجزء اللي بيعنينا في المسار. يعني اذا ما ورجيتكم الفيلم كامل، السبب انه انا بدي استثمر افكار اني ابنيها عندكم. وهاي ميزة شباب بميزات التعليم الالكتروني اللي بنقدر احنا نورجيكم العالم كله. هلا شباب بداية المقال بورجينا على الفريمد ستراكشرز، الفريمات اللي احنا عمالنا بنبنيها. هاي الفريمات اللي هي عبارة عن أعمدة وجسور، وبورجيكم في بداية المقال ببداية الحديث انه هديش هاي ضعيفة واضعف ما فيها هي وصلاتها. هلا رايح يورجيكم بخبرته شغلة صغيرة، إذا عملها بحول المنشأ من منشأ ضعيف جدا لمنشأ قوي جدا. هلا رايح واحد يعزش يقول لي، يقول لي استاذ انت لما حكيت لنا الحصه الماضيه انه بالاخير شو بدنا نصمم، قلت له رايحين نصمم، اذكركم رايحين نصمم اوردينري وانترميديت وسبيشال مومنت ريزيستنج رينفورس كونكريت ستراكشرز، وهلا بتورجينا انه هاي فيري ويك. فيري ويك هذا العلم اللي بيحكوه بالبرة، لكن العلم اللي ربنا بيحكي عنه مش هيك. هلا ديروا بالكم عندنا احنا ايات بسيطه في كتاب الله، لكن كل ايه فيها من العلوم اللي البشر مع الزمن رايحين يضطروا لتطبيقها. هذا معنى التاويل، تاويل ما تقول له الامور. يعني احنا مثلا بالهندسه الانشائيه مستقبلنا هو ما يحكي عنه النص القراني. لذلك هلا كل ما تقدمت البشريه كل ما اجى النص القراني يخاطبها بلسان حاضرها وقدرنا نفهمها. هلا لما ربنا بيقول رفع السماء بغير عمد ولا رفع السماء بغير عمد ترونها؟ رفع السماء يمين
مين بده يتناقش معي؟ اسمك؟ احمد. احمد عاطف. احمد عاطف، شو الفرق بين ما يقول رفع السماوات بغير عمد وبين ما يقول رفع السماوات بغير عمد ترون؟ رفع السماوات بغير عمد، او رفع السماوات بغير عمد ترون؟ يمكن واحد انه رفع السماوات بغير عمد ترون انه في اعمده بس احنا ما بنشوفها، والثاني رائع 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 يا احمد، الله يفتح عليك. شباب احنا لما بنعمل المباني، هل المعماري بحب يكون العمود بوسط المبنى مبين ولا بده اياه يكون مخفي؟ مخفي اكيد. او كيف بخفي؟ بالجدران. هلا هو لما بخفي بالجدران شباب، هاي الجدران بتعمل البريسنج اللي شفتوه في الفيلم، البريسنج اللي بالفيلم اللي نحط حوالين الجوينت، بدل ما انت تحط بريسنج صغير انت حاط جدار كامل. هلا اجت عندنا بالثقافه الاسلاميه ربنا شو قلنا، اعملوا الانفتاح للداخل. شو يعني الانفتاح للداخل؟ يعني طلعوا على البناء القديم، بتلاقوا لك عندكم بالوسط الحوش اللي بنسميه احنا، هذا منطقه الوسط الحوش بتكون مرفوعه في السماء، مكشوفه من السماء، بيكون مكان للمتوضى، للقعده الى اخره. بينما بالخارج بيكون في عندنا فتحات صغيره لانه احنا بدنا نستر حالنا من الداخل وما نكشف حالنا لبرا، فبنكون حاطين احنا باختصار حجاب خارجي يمنع من الرؤيه الداخليه، ولو كانت عندنا فتحات بتكون فتحات شبابيك صغيره وحطهم نحط عليها برداي. الغرب مختلف، الغرب انفتاح للخارج مش للداخل، الغرب اللي بيحكم القوانين، الغرب المراه جوا البيت بتكون لابسه اكثر مما هي لابسه برا البيت، فما بتلاقي برادي في الغرب، الشبابيك مفتوحه بدون برادي الا ما نظر، عرفت كيف؟ والناس عايشه حياتها باعتبار انه بس اطارات، وهي الاطارات اذا صار زلزال مهما كان الا تقويه، الكونكشنز ضعيفه، لاحظها الكونكشنز هي الوصلات، فلما بتكون الوصلات الاجتماعيه قويه في المجتمع بكون الواحد بده يحصن ويصون اهل بيته، فبكون حاطط جدران ومانع حدا من برا انه يتعدى لهم ولا مجره، والعكس صحيح. هلا هاي ممكن تيجي لنا بنصوص واضحه في كتاب الله زي بغير عمد ترونها، وممكن تيجي بالتاويل. كيف بالتاويل؟ لما ربنا بيستخدم كلمه الزلزال بيستخدمها للارض اذا زلزلت الارض زلزالها، وبيستخدمها للحروب، اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ ذاعت الابصار وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. انا في الحرب يا احمد بدي اعمل ملجا، شو مواصفات الملجا؟ اعمل فيه فتحات ولا اسكره؟ هاي اللي دخلت معي على الخط مين؟ بس فتحه واحده هل... الله يكرمك، شكرا يا احمد. مين اللي دخلت معي على الخط هلا؟ داليا. مين اسمك؟ داليا. داليا ديري بالك لو قدامي شوي، بدي اياك تشاركيني في فكره جايه، الفكره الجايه انت اللي رايحه تشاركيني فيها. اذا خلينا نقول كالاتي، احنا الان نرجع الان لما اجينا عن اللودز قلنا على بطل نيوتن لود يشتغل، صرنا بدنا نحكي عن كوانتم ميكانيكس. لما بدي اعطيكم قوه الزلزال لازم تلاحظوا قوه الزلزال تتشكل من تو ايتمز، ايتم له علاقه بالكتله وايتم له علاقه بالفريكوانسي، وهذا الشيء ما تعلمنا احنا لا بالديد ولا باللايف، فبالديد واللايف تعاملنا معهم كبارتيكلز، بينما الان بدنا نتعامل بظاهره جديده. هاي الظاهره احكي لكم كيف عشناها احنا لما صار زلزال العقبه، أظن زلزال العقبة 1996، كنا في مبنى المشاغل في الطابق العلوي، وكان أول مرة الطلاب بيحسوا بزلزال بيهز المنشأ، فكانت النتيجة إنه الناس اللي ما عندها خبرة بذلك ركضوا على المطلع الدرج. طبعاً إذا الأستاذ ركض لمطلع الدرج بصير في الطلاب كلهم بيلحقوا مين؟ الأستاذ. فبمطلع الدرج كان كنا على وشك نفقد بنت سكرتيرة لولا مس هميس، واحدة تانية قدروا يمسكوها قبل ما تقع، لأنه بزلزال القاهرة كان الضحايا تحت الأقدام أكثر من ضحايا تحت الأنقاض، يعني لما بيصير زلزال الناس بتخاف وبتطلع بتحطم كثير من الناس. هلأ الهلع اللي صار في الصف، أنا طبعاً طمنت الطلبة، كنت عامل دراسة على المباني الموجودة في الحرم القديم، وكنت بعرف أنه أسوأ مبنى مبنى العلوم، فلما اطلعت من هذا زلزال أظن 2004 عفواً، زلزال 2004
فلما طلعت من الشباك ولقيت مبنى العلوم واقف، قلت لهم ما فيش خوف على باقي المباني، الا انه طالب من الطلاب كان وجهه صار اصفر، قال لي استاذ انا مضطر هذا. قلت له ليش خايف؟ هذا بس زلزال. فضحكوا كل الطلاب. بعديها اكتشفت انهم اجوا لي قالوا في تعليمات من الجامعه باخلاء المبنى. فلما نزلنا من المبنى ما كانش حدا موجود في مبنى المشاغل. مضت الايام، بعد 6 اشهر كنا بنفس مبنى المشاغل عمالنا بنحس باهتزاز اشد كثير من زلزال 2004. فانا بتطلع لا مركز الزلازل بقول اخلي، ولا حدا بيجيب اي سيره، بتطلع شو اللي عماله بيحصل، بلاقي في نهايه الملعب، نهايه الملعب داحله عماله تنحل التربه، يعني عباره عن شاحن صغير هذا بيشتغل بدحل التربه، هو عماله بدحل التربه، بدحلها بفايبريشن. شو عمل بمبنى المشاغل؟ هزه هز اكثر من مين؟ اكثر من الزلزال. اذا هلا اول ظاهره بدنا نتعلمها باللودز انه احنا في عندنا طبيعه مزدوجه، لما بدنا ندخل بالدايناميك لودينج بدنا نفهمها. اذا مساقنا جزء منه بده يكون ستاتيك لودينج اللي هو الديد واللايف، وجزء منه شو بده يكون؟ دايناميك لود. هلا بالستاتيك لودينج بنتعلم الام جي، بالدايناميك لود بندخل على الام جي الفاكتور اللي هو ايش اتفقنا عليه اللي هو عباره عن الفريكوانسي، كيف بده يدخل بدنا نتعلمه. هلا الفريكوانسي بتمثل نصف علم الزلازل، هذا نصف العلم الزلازل بناخده من الفيزياء. في نصف علم اخر للزلازل له علاقه بالضغط الارتفاع، بحكي عنه حسيا، زي شفتوا هلا انا الكلام اللي انا حكيت لكم اياه عن الفريكوانسي بتسمعوا زيه بالحس. الفرق انه الفريكوانسي بعطيكم اياها باسلوب علمي بعدين وبحسوب احصائي، لكن لما بحكي عن الدكتلتي وهو ال 50% الثانيه من علم الزلازل بحكي فيها بس حسي، بحكي فيها بس حسي اللي بده منها الناحيه العلميه. باخذ مساقات بالماجستير في الداينامكس وبالايرثكويك وبالبلاستيك وبنشرح له اياها بالضبط كيف بتتم. حد عنده سؤال على اللودز قبل ما انتقل للي وراها؟ طيب هلا نيجي للستركشر. الستركشر عادة بيكون واقف اما على سويل او على ستون او على ايش او على روك. وانا بما انه بهذا المساق مش رايح احكي على الفاونديشنز، يعني في عندي انا مساق خرسان 3 بحكي فيه على السويل والفاونديشنز وبحكي على السويل ستراكشر انتراكشن. هلا هذا المساق ما بقدر احكي بهاي المواضيع، لكن بدي اهديكم بس آية واحدة في الاساس لانه بديش اجيب سيرة الاساس. ربنا شو بيقول في القران؟ افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أما من أسس بنيانه على شفا جرف هار. إذا في عنا 3 شغلات إذا وجدت في الأساس بتكون مصيبة. شو يعني داليا شفا؟ شو يعني شفا؟ يعني على مخارة أو إشي كهف، على حافة، على حافة. شفا حفرة من النار. شو يعني شفا حفرة من النار؟ يعني ها على حافة شوي وقع فيها. فشفا تعني حافة. هلا لاحظوا أنا إذا أخذت سول ميكانكس، داليا اخذت سويل ميكانكس ولا لا؟ هلا بالسويل ميكانكس مش تعلمتوا بتشنجر ايكويشنز كيف بتوزع الستريس بهذا الشكل تحت اللود؟ بهذا الشكل. فاذا كان انا عندي القاعده على حافه اصبح كانها معلقه بالهواء، يعني ما فيش مجال للستريس يروح بهذا المجال، فصار في منطقه الحافه عندي تركيز للستريسز. فهذا اول مشكله. كلمه جرف شو بتفهم منها يا داليا؟ بحسك بفطرتك كلمه جرف على اللسان العربي شو بتفهمي منها؟ ما بتفهمي منها إشي بنجرف عماله؟ طب شو اللي عادة بجرف التربة؟ مش مية موجود تحتيها؟ يعني إذا المية بتنزل عمالها من تحت التربة شو عمالها بتعمل؟ تجرف فيها؟ تجرف التربة. رائعة يا داليا. لذلك إحنا لما بدنا نوصف واحد مش عارف راسه من إجريش نقول المية بتمشي من تحته. هلا وجود مية بتمشي تحت المبنى هذا اول شيء اللي بنعلمكم اياه بالفاونديشن انجينيرينج، ابعد المي عن القواعد. صح. ليش ابعد المي عن القواعد؟ لانه المي اذا وصلت للقواعد شو بتعمل؟ بتفتك بالاساس. تمام. على شفا جرف، والناحيه الثالثه شو قلنا؟ هارن. يعني انا ما بعمل على التربه طمم وتربه ضعيفه، اذا بدي ابني بدني على تربه مالها، سمعيني يا داليا، قويه. إيه صح. اذا انا هذا بس اللي بدي اهديك. تفضل يا داليا. قاطعتك، عندك ملاحظة؟ إيه لا ما حكيت. هلأ هاي الآية في الأساس شباب، كثير من الأحيان بيجي شخص بده يبني شقة
وبكون بيعرفني، باخذني على مكان بلاقي العماره جاي على شفا. بقول له كيف بدك تشتري شقه في عماره على شفا؟ قال لي قبل ما تحكي، قبل ما اسمع منك هذا الكلام متوقع تحكي هذا الحكي. بقول له انت بتعرفش انه الصخر في عندك شغله اسمها سيدمنتري روك، وممكن هاي المبنى يكون في عندك سيدمنتري روك بحيث تلاقيها كلها زايحه مع الوقت تحت اي هزه. هلا هذا الحكي شباب بدي اياكم انتم تكون ثقتكم بكلام الله في العلم اضعاف 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 ثقتكم باي علم بتسمعوه من اي مصدر. اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. يعني العلوم اللي لا يمكن نقدر نفهمها بالكوانتم فيزيكس وبغيرها ياتي القران الكريم بعطينا التقوى كيف نتقيها. فانا لما بدي اجي على مواضيع انكم بهذا بالانشاء مش راح يكون عندي وقت ان احكي لكم فيها في العلم واحكي لكم فيها في كذا، لاني بغطيها بمساقات ثانيه، بس بهديكم آية قرآنية. هاي الآية برايي هي اهم من كل العلوم اللي راح تسمعوه في المساق الثاني. هلا الاستراكشر، الاستراكشر هلا بدي غير داليا يشاركني. مين بده غير داليا يشاركني؟ حدا يتطوع غير احمد عاطف؟ ميس حاضره؟ هيني دكتور كنت ارفع. هيا يا ميس خليكي معي. يا ميس في عندنا الاستراكشر شكل مشكل من شكلتين، سب استراكشر وسوبر استراكشر. ميزي لي بيناتهم. في واحد بيكون انه تحت الارض، واحد فوق الارض، واحد ظاهر على الارض. اذا هلا كلمه الاستراكشر كاستراكشر لها ترجمه، وكلمه سب استراكشر اللي هي الفاونديشن لها ترجمه. ميس شو ترجمة الفاونديشن بالعربي؟ الأساس. لا الأساس حكينا عنه السويل والستون والروك، انتبهوا عليها. الأساس القواعد رائعة. طيب واللي فوق الأرض السوبر ستراكشر، حدا بيعرف ترجمة السوبر ستراكشر اللي فوق الأرض؟ إذا ميس ما عرفت السوبر ستراكشر شباب عندنا في اللسان العربي كل ما على الأرض، كل ما على الأرض. ميس بتعرف شو بسموه؟ بنيان. كل ما على الأرض يسمى سماء ويسمى بناء. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل، الذي خلق لكم الذي إيش جعل لكم الأرض فراشا والسماء إيش بناء. ففي اللغة العربية أو باللسان العربي أفضل كل ما على الأرض شو بنسميه؟ بناء. إذن البناء عندنا هو الإشي اللي فوق الأرض. أنا بعلمكم على فكرة مصطلحات كتاب الله، هاي المصطلحات هي مفاتيح لفهم الآيات القرآنية. فإذا كان عندكم أنتم مفاتيح فهم الآيات القرآنية بيكون عندكم مفاتيح علوم أفضل من كل علوم البشر. فكلمة بناء في القرآن وفي اللسان العربي هو كل ما على الأرض. طيب والقواعد عرفنا القواعد، طيب القواعد مع البناء حدا بيعرف شو بسميها ربنا؟ الاسم إلها بنيان، فأتى الله بنيانهم من القواعد. يعني البنيان يتشكل من بناء ومن قواعد، أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليه السقف. أنا شباب بهذا المساق بدي أعتذر إنه أنا لإنكم أنتوا بادين في علم الزلازل وما عندكم معلومات بعلم الزلازل بدي أخذ بس البناء وأفترض فرضيات للفاونديشن واسير اعملكم اسامبشنز كيف ربطها ببعضها البعض. طبعا هو الاصل انا اخذ البناء مع الفاونديشن مع التربه كوحده واحده. هلا هذا الحكي ان شاء الله بشرحه بخرسان ثلاثه، لكن الان انا ما بقدر اعملها كوحده واحده. انا الان بدي اضطر ان افصل البناء عن القواعد عن الاساس واعلمكم علم البناء لوحده. هلا كيف بيجي الحمل على الزلازل وعلى المجره؟ بدنا نضطر نعمل شيء اسمه فرضيه. إذا لا بدنا نتعلم شغلة إنه العلم يقوم على إيش؟ على فرضيات. هلا هاي الفرضيات كيف بدنا نمشي عليها؟ بنشوف في المسار. فهلا إذا جينا إحنا للحصة السابقة، كنا بالحصة السابقة شو بنحكي؟ عفوا بالصبح بالحصة السابقة كنا بنحكي إنه شو هي الاستراكشرال إنجينيرينج؟ اكتشفنا انها تشكل من احمال ومن الاستراكشر ومن ماتيريال. هلا لما اجينا الحصه الماضيه عن الماتيريال وجدنا انه فيها 81 الاستيك كونستانت
طب احنا بنتعامل مع كم من الاستيك كونستانت؟ اولا متذكرين الماتيريال لما قلنا سيجما بتساوي اي في ابسلون؟ اظن ميس قالت لنا انه الاي 9 في 9 يعني 81. هلا ساب شباب بيتعامل ب 21 الاستيك كونستانت او لينياريتي كونستانت. احنا كل اللي علمناكم اياه في ميكانكس اوف ماتيريالز فقط الاي وفقط البويزونز ريشيو اللي بتطلع منه الجي اللي هو الايش الشير موديلس، وعلمناكم انه الشير موديلس هو عباره عن اي على توايس في 1 زائد نيو. واضح انه احنا علمنا قليل جدا في المواد وبنعمل فرضيات عديده. هلا بدي اجل انا احكي عن المواد وفرضيات المواد لوقت لاحق، بس لاحظوا احنا عمالنا بنتعامل مع مواد بنحط فيها فرضيات عديده، بنحط فيها انها هوموجينياس وايزوتروبيك ولينير. حدا بقول شيء يعني بدي حدا غير ميس، مين بده يدخل؟ امير معي؟ امير مش معي؟ معك. طيب معي امير. طيب يا امير، لما بقول هوموجينياس يا امير بفترض انه الماده هوموجينياس، شو يعني كلمه هوموجينياس؟ من نفس الماده، يعني تركيبها من نفس الماده مش مخلوطه ماده ثانيه. خلينا احكي كلامك باسلوب ثاني. لما احنا بنجيب علبه الحليب بنلاقي مكتوب عليها هوموجينايزد ميلك. شو يعني هوموجينايزد ميلك؟ يعني اول كوبايه من الحليب واخر كوبايه من الحليب ما لا يا امير نفس المكونات. اذا لما بفترض انه الماده هوموجينيس يعني اول كوبايه من الحليب واخر كوبايه من الحليب نفس الشيء، يا ترى انا لما بصب بالكولوم هل المتر اللي تحت في الكولوم زي المتر الفوقاني يا امير؟ لا. شو اللي بتتوقع يحصل في المتر التحتاني يختلف عن المتر الفوقاني؟ في اكثر لا حب تعشيش. رائع يا امير. أيوة. رائع جدا. لاحظوا شباب احنا علمناكم احنا لما بنصب الباطون اقل شيء في الباطون كثافه المي، فالمي بتطلع لفوق. هلا ايوب بتطلع لفوق، ايش بتاخذ معها؟ اقل حبيبات اللي حبيبات الاسمنت. هاي الظاهره بنسميها بليدنج. ففي الاعمده كثير من الاحيان بنقول لك حتى العمود ما يصيرش فيه سيجريجيشن تعشيش، المفروض انت لما تصب ما تصب من ارتفاع عالي، تصب من تحت وتطلع لفوق ما صارش عندك تعشيش. هلا عدم ظهور التعشيش بخليك تقريبا تقدر تفترض هوموجينيوس، لكن لو كان عندك تعشيش من تحت فرضيتك للهوموجينيوس بتكونش كثير كويسه. كلمة هوموجينيوس تعني انه الشيء لا يتغير خصائصه بتغير المكان. يعني رحت من اسفل العمود لاعلى العمود، من اعلى كوباية حليب لاخر كوباية حليب نفس الشيء. هلا ديروا بالكم شباب، افرض انا اعطيتك كلمة هوموجينيوس فقط في الباطون وما انعكستش على الحليب ورحت لقيت حليب مكتوب عليه هوموجينايزد ميل وحليب محطوط عليه نون هوموجينايزد ميل، شو استفدنا بتعليمك؟ انت لما بتروح هلا على محل بتلاقي محطوط عليه هوموجينايز مقابل نون هوموجينايز، بقول لك الهوموجينايز سعره 10 والنون هوموجينايز سعره 5، تقول له اعطيني الهوموجينايز، لانك الكلمه صرت بتعرف معناها انه صفاتها لا تتغير بصفات بتغير المكان، فبتاخذها من اي مكان. هلا نيجي للثانيه، تعلمنا احنا بنحط ايزوتروبيك. امير شو يعني كلمه ايزوتروبيك؟ منطبق الشكل. احنا بنحكي عن المواد، لا ديروا بالكم ما بنحكي عن الشكل. ايزوتروبيك انا كنت بدي اجي احكي عن الماده، بس بديت بجزء من الحكي عن الماده. كلمه ايزوتروبيك شباب يعني لا تتغير صفاتها بتغير الاتجاه. يعني الماده سواء طلعت عليها بهذا الاتجاه ولا بهذا الاتجاه ولا بهذا الاتجاه ولا بهذا الاتجاه ولا بهذا الاتجاه الالاستيك مودولس دسم. فاحنا بنفترض الماده هوموجينيوس، وحقيقة صعب انها تكون المادة هوموجينيوس الا في الحديد، وبنفترضها ايزوتروبيك وصعب تكون ايزوتروبيك الا في الحديد. لذلك انا من الناس اللي بقول احلى مساق تتعلمه ستيل ديزاين وابسط مساق تتعلمه ستيل ديزاين، لانه الماثيماتيكال موديلينج فيه اقرب ما يمكن للواقع. واللينياريتي، وباللينياريتي في عندنا ايتوال الاستيك كونستانس. ما معناته احنا بنتعامل بماتيريال احنا ما بنقدرش نفهمها 100% لحد هلا مش عارفين هي ويف ولا بارتيكل. ففي الاستراكشرال انجينيرنج بنتعلم بماده احنا ما بنعرفش بالضبط ايش طبيعتها، واحمال يا ترى حمل الزلزال اللي بده يجي ما بنعرفش، طب حمل الديد لود اللي بده يجي
عرفنا في احسن. طب اللايف لود اللي ممكن يتعرض له المنشأ العلم اضعف واضعف مع احمال منقربها ضمن انظمه هلا بدنا نحكي عنها فيها مئات الاسامبشنز حتى نشعر العام انه احنا ريسبونسبل. يعني شباب اي واحد منكم بيدرك هذا الكلام لما بيعمل تصميم اي مشروع بقف بين يدي الله عز وجل يا رب هذا نصيبي فيما املك اياك نعبد يا رب الطف فيه واياك نستعين. شباب لما الواحد بيدرك قديش العلم ضعيف، طبعا العلم مش القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر كثير انبهر فيه الناس، هدول الناس الغير متعلمين. كل انسان شباب بيعرف معنى العلم، بيعرف مقتل العلم، فلما بيعرف مقتل العلم بقول ربي لا تكلني الى نفسي طرفة عين، بقول وما توفيقي الا بالله، لو انا بدي اتحاسب عزب علمي علمي بيعملش شيء. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله كل العلمانيه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. بيعنيني شباب واحنا ندرس العلم نعرف انه هاي الاسباب اللي توفرت بين ايدينا، هاي الاسباب اللي كل يوم لازم تكون احسن، وقل ربي زدني علما. يعني انا ما بقدر اعلمك المساق زي ما علمته العام، انا محاضراتي مصوره، يعني العام محاضراتي مصوره. الاصل تقدر تطلع على محاضرات المصوره العام وتشوف محاضرات المصوره السنه، بدها تكون احد امرين، اما نفس المستوى فالله يكون بعونكم ربكم ابتلاكم فيه، اما بتكون اسوا معناته هذه بدها تكون يعني افساد ما بعد في بعد افساد، او بدها تكون احسن. هلا اذا كانت احسن على الاقل انا قمت بالدور اللي علي، بس هذا لا يعني انه انت بتاخذ احسن علم، ممكن في علم احسن عند غيري. بس اي واحد شباب مش طالب علم ما بيستاهل يكون مدرس. لذلك انا صحيح بدي اعلمك نفس الماده، راح يكون معي مساعد بحث وتدريس ان شاء الله اعرفكم عليه الاحد القادم، لكن سواء المساعد بحث وتدريس او سواء انتم اذا اطلعتوا على المحاضرات العام والسنه لازم تلاقوا خلاف، والسنه الجاي الاصل تختلف عن السنه هاي، وكل سنه تختلف عن اللي قبلها، لانه احنا كل يوم بنقول لربنا وربي ايش زدني علما. هلا ضل عندنا المنشا، طب هذا المنشا شباب كل واحد فيكم بيقدر يحط افرضيات بتختلف عن الثاني. فاذا بدي اقول عن الشيو ستراكشر انجينيرنج مواد انا حاطط يا دوب افهم، احمال بقربها، بستراكشرال سيستمز يعني حاطط فيها مئات الفرضيات حتى اشعر حالي اني قمت بمسؤوليتي تجاه المطلق. طيب على ايش انا بعتمد؟ على التجارب. يعني بس التجارب هاي ما بعملها بالواقع شباب، بعملها بالمختبر. لذلك احنا بنعلمكم الهندسه، اهم شيء بنعلمكم اياه بالهندسه المختبر. ليش المختبر؟ لانك انت هذه فرصتك تعمل تيستينج على القوانين اللي احنا عمالنا بندعي انها بتحكم الكون في المختبر وتشوف صح ولا غلط. والمختبر والعمال بيثبت لنا ان نيوتن غلط لما اجينا لماكسويل، وماكسويل ونيوتن غلط لما اجينا للكوانتم ميكانكس. المختبر هو اللي عماله ببين لنا حدود معرفه اي علم بين ايدينا. لذلك انا بتمنى عليكم دائما عندك فكره، شايف هذا الشخص اللي اجى عندك جاب عندك تو كيوبس، وضح فكرته بشغله بسيطه جدا بتقويه الجوينتس، وجد قديش هدول بدهم يعملوا علم ماله افضل بكثير من ضعفهم. فدائما بقول انت جرب على شيء بسيط قبل ما تروح لشيء عالي. حد عنده اي سؤال قبل ما نروح للوحه اللي وراها؟ دكتور عندي سؤال. تفضلي. بالفيديو اللي حضرناه لما حكيت على رام انه كان بالاول ضعيف بعدين قووه وحطه بريسنج، بس بستيل مش هيك بتحول ستيل ستراكشر لما نحط بريسنج؟ هذا منشأ ما لهش علاقة بالمادة، سواء كان ستيل كمان ستيل ولا ود ولا اي شيء، هذا المنشأ مش هيك عمالنا احنا من نفسه، بس بالستيل ستراكشر هذا نوع من البريسنج اللي ممكن اخوي لك المنشأ الزلزالية. هلا البريسنج يعني اللي نحن بنعمله بالستيل، البريسنج اللي بنعمله بالستيل احسن. بتعرفي ليش احسن؟ لان احنا بنعمله زي جدران. يعني شباب احنا لما بنعمل جدار، هذا الجدار لما بتعرض لزلزال، بما انه الجدار بنعمله خرسانه، الخرسانه مين اللي بتحكي معي؟ مين البنت اللي بتحكي معي؟ ايه اسمك ايه؟ ايه؟ آية؟
حقك علي. اسمك يا بنتي؟ آية. ايه؟ داليا. آية. ماشي يا آية، طلع علي. احنا فلسطين بنعمل بريسنج احسن بكتير من اللي بنعمله هيك، احنا بنعمل زي واجهات. ليش واجهات؟ اقول لكم كيف واجهات الان. هلا اذا جينا احنا للواجهه، هاي الواجهه اللي انتم شايفيها قدامنا، اعتبريها هذا جدار، جدار طوب. هذا لما بتعرض للتر اللود، جزء منه هون، هذا الجزء اللي هذا بيكون اندر كومبريشن، وهذا الجزء اللي هون بيكون اندر تنشن. يعني لما تيجي القوه تعمل كومبريشن بهذا الجهه، تعمل تنشن بهذا الجهه. هلا في منطقه التنشن الطوب بتحمل شيء، فالطوب باخذ في منطقه الكومبريشن. لذلك في نموذج الان بتلاقوه بالاس اي كود بسموه سترات اند تاي موديل، بتلاقي لك هذه الواجهه بدل ما اتعامل معها كواجهه بحط بريس من هذه النقطه لهي النقطه. في الستيل انتوا شو بتشوفوا عمالكم؟ بتشوفوا عمالكم بارز من الستيل توصل هاي النقطه بهاي النقطه، وبارز بتوصل من هاي النقطه لهذه النقطه. ولما كنا نعلمكم ستاتكس شو كنا نقول لكم؟ هاي البارز، هاي البارز اللي هي الكيبلز بتشتغل اندر تنشن مش اندر كومبريشن. فانت لما بتسيب التراس بالستاتكس بنحني هيك، بنقول لك اللي اندر كومبريشن بيشتغلش، اللي اندر تنشن بيشتغل. ولذلك كنتوا تحللوا التراس في الستاتكس في دبل بريسنج عن طريق تشوفوا شو الممبر اللي اندر تنشن تشغلوه، واللي اندر كومبريشن تحط عليه قوه صفر. فسؤالك كثير لطيف، وانا بتمنى انه تكتروا اسئله. يعني المحاضره بتكون صحيحه اذا بتكون 50% انا بحكي و50% بتشوفوا فيديوز واسئله. فشكرا كثير يا ايه على سؤالك. حد عنده سؤال اخر؟ لاحظوا سؤال ايه، خلانا ندخل في الاستراكشر. نسمعكم بعلم اسمه ستراب اند تاي موديل، نعملكم انالوجي تشابه بين الخرسانة المسلحه وبين الستيل، ونقول لكم ما يحصل في الستيل ستراكشر من بريسنج افضل بكثير من اللي انتم شفتوه. اللي شفتوه هو نوع من البريسنج، واللي بالستيل ستراكشر اللي بيحصل انا برايي افضل، والكونكريت لما بنحط فيه واجهات لسه افضل وافضل. حدا عنده اي سؤال؟ نستمر. فلاحظنا انه بتعريف الاستراكشرال انجينيرنج قديش جهلنا. هلا في ناس بتخرج وعزج بفكر حاله مسيطر على كل شيء، وفي ناس بتخرج كل ما بتعلم اكثر بيكتشف انه مش متعلم. احنا بنيجي لطالب حامل توجيهي بفكر حاله بيفهم اكثر من العالم العربي كله. بنعطيه علم يعني سنتين بقول انا اكثر بفهم من العالم العربي بقاره اسيا. نعطيه بكالوريوس بقول انا اكثر واحد بفهم بمصر. نعطيه ماجستير بقول انا اكثر واحد بفهم بالقاهره. نعطيه دكتوراه بقول انا اكثر واحد بفهم بجامعه الزقازيق. نعطيه درجه اعلى بقول انا ما بفهمش شيء. يعني الصحيح شباب، كل ما زاد علم الانسان كل ما ادرك انه هو ما بعرفش. ولذلك أسوأ شيء انه يجي الشيطان من حيث الانا. فلما اجى لكليم الله ومعذور كليم الله، واحد قال له ما في أعلم منك، فسكت كليم الله، راح ربنا بعته لعبد من عباده. لما بقول عبد، لما بقول أن تلميذ من تلاميذي، بقول لك يا أستاذ أنت كم سنة علمت؟ بقول لك أنا علمت 40 سنة. بتقول له هذا عندك أنت آلاف التلاميذ. تخيل لما ربنا بقول عبد من عبادنا، يعني احذر شو، واحد من مليار مليار مليار، روح يا موسى تعلم منه. انتبهوا يا شباب، إحنا بالعلم مهما عرفنا بنضل بعلمنا محدودين، وبضل كل انسان ممكن يتعلم منه. فلما ربنا بيقول عبدا من عبادنا بيعلمنا، مش بيقول العبد، عبد نكر. اي عبد من عبادنا عنده علم تقدر تتعلم منه. فيش حدا منكم بالصف شباب الا عنده شغله بقدر يعلمها للي حواليه. انا وظيفتي اني اشعل هذا الوقود اللي بفكره، لانه للاسف الشديد تربى مش بطريقه انه هو عنده شيء مميز، تربى بطريقه مين انت؟ انت وعاء، وبدنا نزوده بهالمعلومات ونضل نعبيه معلومات وممنوع ينتج معرفه. انا بدي اعمل العكس، انا بدي اقول له انك انت قادر على انتاج معرفه غيرك في الكون ما حدش بيقدر يعملها الا انت، وبس اكتشفها واعملها، لانه ربنا خلق لاداء وظيفه، وهي الوظيفه فيش حد بيقدر عليها الا انت، غيرك مخلوق لوظيفه اخرى. هلا اذا انت تكاسلت عن هاي الوظيفه ربنا بيستبدل لك بواحد ثاني. فالوظيفة بدها تتم إما منك أو من غيرك. ليش تخلي غيرك يعملها؟ قم فيها أنت، لأنك إذا أنت ما قمتش فيها ربنا راح يسد لك بها. حد عنده أي سؤال قبل ما أروح للوحة اللي وراها؟
أنا في البداية شباب يعني جزء يكون صعوبة عليكم أنكم تفهموا أسلوبي، لكن راح تلاحظوا بقدر ما إحنا بنمشي شوي شوي بالأول، بقدر ما بنلاقي حالنا إن العلوم صارت بسيطة جدا ونقدر نمشي بسرعة لقدام. يعني لو حطيت لك معادلة الزلازل اللي موجودة في الكتب بدون ما أحول لك إياها كحس إن جزء منها العلاقة بالكتلة وجزء منها العلاقة بالويف، راح تضلك أنت عمالك بتحكي معادلة الزلازل وما عندكش أي حس من مرة إلها. لكن لما بترجم لك إياها لحس صرت أنت بتعرف إنه أنت حياتك مشكلة من ويفز وحياتك مشكلة من كتلة، والاثنين هدول جمعهم مع بعضهم البعض صعب جدا حد يفهم طبيعتها في الكون إلا اللي خلق. فاللي خلق هو أدرى بمن خلق، فاللي منكم بده يكون تقي يروح للي خلق ويتعلم. طيب هلا جينا هون للستركشر وحكينا عن اللودز، حكينا حكينا عن الديفينيشن. هلا نيجي للموديلينج. انا بدي حدا تاني يشارك معي. خالد الدويكات موجود؟ اه دكتور موجود. خالد تعرف الفرق بين امبليسيت واكسبليسيت؟ من إيش وإيش؟ عفوا دكتور عيد. Implicit implicit وexplicit. لاحظ أنا هون كاتب لكم implicit modeling. في إشي مقابله اسمه explicit modeling. عارف الفرق بين الاثنين؟ لا والله دكتور. بورك أنا أصلاً هذا الكلام هذا الحديث بيناتنا شو هدفه؟ أنا بعرف مش بس أنت ما بتعرفش، أغلب الظن أغلب الطلاب بيعرفوش، حدا في الصف بيعرف الفريق يحكي. إذن شو هدفي إن أنا أجيب طالب وأسأله؟ إياك تفكر أخي خالد أنا بجيب طالب أحرجه، أبدا. هاي ميس ضعف عايدة. آية ميس إيش الفرق؟ إنه هلا هي كمعنى إنه بتيجي ضمني، فممكن إنه هون إحنا منعمم يعني بشيء يعني منعمم مثلا على الموديلينج للستركتشر. طيب رائع ميس. غير ميس حدا بيعرف؟ غير ميس حدا بيعرف؟ لاحظوا شباب أنا ما هدفي بالأسئلة إحراج طالب، معاذ الله. أنا هدفي بالأسئلة إني أثير انتباهكم، لأنه ديروا بالكم السؤال لوحده نص العلم. فلما بكون خالد معي الآن وسمع السؤال أنا بأكد لكم إنه الوحيد اللي ما راح ينسى الجواب بعد 20 سنة خالد. فأنا أكرمت خالد لما وجهت السؤال إله، فبحب الصف مع الوقت أكرمكم كلكم. يعني كل مرة أمسك حدا أوجه له سؤال، فلما يسمع الإجابة أكون مطمئن إنه هذا الإنسان بعد 30 سنة لو نسأل هذا السؤال بعرف الإجابة. اللي حكته ميس صحيح، في شيء اسمه ظاهر بنسميه explicit وفي شيء اسمه باطن بنسميه implicit. هلا أنا بدي أجيب لكم إشي باطن أنتوا عملتوه عكس الظاهر وكنتوا تحللوه وتصمموا عليه والمشاعر واقفة. هذا الترس اللي قدامكم، هذا الترس ستيل ستراكشر ينفذ ببلادنا، ينفذ الحام ولا براغي؟ في جهتين دكتور. الحام. بس الأغلب الحام. الأغلب الحام صحيح؟ طيب لما أخذنا ستاتكس شو كنا نعمل بهذا العنصر؟ نعتبره بين ولا نعتبره فيك ولا نعتبره فيكس درجل؟ بين. هو الحام بيعملنا بين ولا بيعملنا فيكس؟ فيكس. لاحظوا الحام شايفين هاي إيدي هون؟ هاي بقدر أعتبرها بين. ليش بعتبرها بين؟ لأنها هي شايف كيف تتحرك؟ لو أنا شخص لو حطيت جبصين على إيدي اعتبروا الحام جبصين، لو حطيت جبصين على ايدي كيف بصير تتحرك؟ بهذا الشكل بصير تتحرك رجل. طب اجدادنا اخذوا هاي المنشآت وحللوها كبن وصمموها ووقفت وما شاء الله عليهم من ارقى ما يمكن. هل الفرضية صحيحة؟ هل الفرضية صحيحة ولا خاطئة؟ يمكن مش صحيحة، بس اللي خلاها تثبت إنه ما وصلت لمرحلة إنه تستخدم الفيكست فيها. رائع رائع. مين اللي بيحكي؟ أحمد عاطف. مين؟ أحمد عاطف. أحمد عاطف رائع. تبقوا شباب لو أنا الفرضية اللي أنا حطيتها بيكون الجوينت بدها تصرف فيها كفيكست بده ينهار المنشأ. بس اللي حاصل هو كالآتي، إحنا تعلمنا مع بعض أكسل ستيفنس بميكانيكس أوف ماتيريالز وتعلمناها بالستركشر. ايش كانت عندنا الاكسل ستيفنس؟ اي اي على ال، اي اي على قديش؟ على ال. هيك الاكسل ستيفنس. تعلمنا الفليكشرال ستيفنس اي اي على ال تكعيب. هلا العناصر هاي المصنوعه منها التراسز عناصر طويله والكروس سكشن لها صغير، فاذا حسبنا اي اي على ال تكعيب طويله ال تكعيب واي اي على ال تكعيب
بطلع الرقم قليل جدا جدا جدا، وبطلع الاي على ال اللي هو الاكسل مئات اضعاف الفلكشرر. لذلك احنا بنعلمكم الستراكشر، بنعلمكم الفريم، بنعلمكم انه الاكسل ستيفنس مش بس بالستراكشر وحتى بميكانكس اوف ماتيريالز، بنعلمكم انه الاكسل ستيفنس اضعاف اضعاف الفلكشر ستيفنس. هلا الفلكشر شو ترجمته بالعربي؟ مومنت الحناء. رائع، بس السترينث تبعه مومنت الاكشن تبعه، بس ما بنسميها بنسميه انحناء مثلا. هلا هذا الانحناء مومنت، مومنت حد عنده كلمه هيك غير؟ شو رايكم بكلمه العزم؟ ما حدش بعلق. العزم المومنت عزم. المومنت عزم. هلا لما ربنا بيقول فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل، لما بيقول عن آدم ولم نجد له عزما، إذن الإنسان في خلقه شباب ضعيف في العزم لكن قوي جدا في إيش؟ في الأكسل. من هون إحنا دائما بنعلمكم حاولوا تخلوا الحمل أكسل على المنشأ. إذا عملت حمل أكسل على المنشأ، المنشأ بيكون من أقوى ما يمكن. شريطة طبعا إذا كان زي الطين حطوا أكسل كومبريشن، إذا كان ستيل أكسل تنشن ولا كومبريشن ما بتفرق، شرط ما يحصلش فيه باكلينج. الحناء. هلا اللي حاصل انه هذا المنشأ، انتوا هلا بروح على البيت، انا طبعا عام اعطيتهم مثلا نموذج من هذا التراس، خليتهم يحللوه كبن، وبعدين قلت لهم غيروا من بن لايش؟ لرجل، وحللوه. ايش كانوا يكتشفوا لما يغيروا؟ انه القوى ما تغيرت، المومنت طلعت قيمه صغيره، لما بيجوا العنصر زي هذا العنصر اللي هو طوله صغير بيصير في عندهم خطا. اما لما بيجوا لهذا العنصر وهذا العنصر وهذا العنصر عملته بين ولا عملته فيكس بعطي نفس النتيجه. ليش بعطي نفس النتيجه؟ لانه الفلكشرال ستيفنس قليل جدا جدا تقريبا صفر، فمش رايح المومنت تساهم، اللي رايح يساهم مين؟ الاكسل. كمثل على ذلك، واحد بيحمل 100 كيلو وعنده ولد صغير بيحمل كيلو، اجى 101 كيلو، شو عمل الرجال الكبير؟ حمل ال100 واعطى الصغير قديش؟ كيلو. فلو قلنا الصغير وجوده او عدمه يا ترى بيفرق بالحمل؟ يعني اجينا ثاني يوم اجى الكبير اللي بيحمل ال100 كيلو، الصغير ما اجى، بتعطل المشروع ولا المشروع بضل ماشي؟ انت رايح تشتري شغله قال لك حقها 100 شيكل، قلت له 99 ببيعكيش؟ ببيعك. بتاثرش المنشا لانه الفليكشر ستيفنس قليله جدا. هلا هذا الحكي شباب واحنا كنا نتعلمه بالسبعينات، كنا نقول هذا الحكي سليم الا اذا كنا احنا بنعمل بريدجز. التراسز في البريدجز بتكون الاطوال عندنا صغيره والكروس سكشن كبير، فكنا نعمل شيء اسمه سكندري ستريسز ونحسب مومنت سؤال ومجره. انتم حسن الحظ عندكم عندكم الان سابع، فيش داعي تعتبروا هيمش، بما انه الحام اعتبروا بلين فريم وحللوا. هلا اجدادنا لو بده يعتبروا بلين فريم عمره ما بيقدر يحللوا. ليش؟ لانه عدد الديجري اوف انديترمينانس لهذا المنشا، يعني بشكر بالستينات واحد عمل رسالة ماجستير بحل 9 معادلات، لأن أنا بحل 9 ملايين معادلة، 9 ملايين معادلة في خلال ثانية من خلال الكمبيوتر. فلا هذا طريقة إن أنا عن طريق ماتريكس أناليسيس الكمبيوتر أحلله الآن من أسهل ما يمكن. فليش نفترض بين على الواقع الحام بحطه إيش؟ بحطه فيكس. هلا انتبهوا شباب، إحنا الآن إجينا على واقع على شيء جديد عمالنا نتعلمه. شو هو؟ إنه أنا بدي أعمل فرضيات، إذا فرضيات كانت قريبة من الواقع المنشأ رايح يقف. طب وإذا فرضياتي كانت بعيدة عن الواقع المنشأ ماله؟ سينهار. هلأ السؤال اللي بيسوى إيش؟ بما إنه في عندي 8 مليار مخلوق، لو أعطيتهم مشروع يصمموه بيعمل 8 مليارات تصميم مختلف، يعني مختلف تأخذون ما تأخذون، لو نزلنا نفس المي على نفس التربة للورد، أكم نوع ورد بنقدر نطلع؟ حدا يجاوبني، أكم نوع في ورد في العالم؟ عدد لا نهائي. فإذا بدك تطلع على النباتات وعلى النباتات اللي عمالها تطلع من نفس الطين لنفس المية اللي بدها تنزل بعالم النبات، راح تلاقي بلايين البلايين. فالثمانية مليار إنسان، كل إنسان قادر إنه يعمل لك تصميم مختلف. طيب شو الثوابت؟ لما أخذت خرسانة واحد، شو قاعدة التصميم الثابتة اللي زرعتوها بدماغكم؟ حد يقول لي شيء؟ ستيبل كود. المنشأ ايش؟
المنشأ لا ينهار ما دام هناك مسار أمل. مين اللي بيحكي عمالة؟ الأمن الأحمد. ميس اللي بتحكي؟ ديانا. ديانا رائعة يا ديانا، رائعة رائعة جدا. تبوا شباب، المنشأ لا ينهار طالما أن هناك مسار آمن للأحمال، هذه قاعدة جولدن رول. أنت حط أي مسار آمن للأحمال، شو يعني مسار؟ افترض أي مسار للأحمال، حطيت مسار للأحمال، هذا الحمل صممت العناصر بحيث أن تأخذ هذا المسار المنشأ ما بنهار، بس ما قلنا ما بيشقر. انتبهوا يا شباب، حتى المنشأ ما يشقق لازم تخلي مسار الأحمال أيسر ما يمكن. إذا يعاد، أنا ممكن أعمل أي مسار للأحمال ويعمل منشأ إيش واقف، بس كل مسار للأحمال بلغي فيه دور معين في المقاومة سيؤدي إلى تشقق. مثلا إحنا في أسرة مشكلين من 5 أفراد، هدول 5 أفراد كل واحد فيه عناصر للقوة، إذا أنا أنكرت أي فرد منه سيؤدي إلى تشقق. إحنا في مجتمع، أنكرت فرد ممكن أن الفرد يصير جاسوس يخرب المجتمع كله. إذا إحنا قوتنا في أن نعمل مسار بحيث كل واحد يكون له دور. هلأ إذا كل واحد بيكون له دور وبستغل إمكانياته بتكون من أرقى عملية التصميم. فإحنا رايحين نوصل معكم بشغلة في الزلازل بنسمي هاي الشغلة إحزاشية، The weakest link. شو يعني The weakest link؟ كأن المنشأ عبارة عن حلقات بهذا الشكل، حلقات بهذا الشكل، حلقات بهذا الشكل، كأنك أنت عندك أنت chain جنزير مشكل من حلقات. هلا أنت لما بتشد الجنزير هيك، مين الحلقة اللي بتقطع؟ هي اللي بتخلي كل المنشأ يقطع. يعني أنا معلق بحبل، وهذا الحبل ما في عروات 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 عروات، عروة واحدة تفشل شو بيصير؟ يخرب بيتي. فالمنشأ هو عبارة عن حلقات، إذا حلقة راحت فيه زي ما حكى لكم هذاك جوينت تخرب فيه، شو بصير في المنشأ؟ مصايب كبيرة. رايحين احنا نتعلم، بدي أنا أعمل مسار آمن للأحمال بحيث البلاطة تنقل حمله على الجسر، والجسر ينقل حمله على العمود، والعمود ينقل حمله على القاعدة، والقاعدة تنقل حمله على الأساس، والأساس يعمل ديسيبيشن للحمل من خلاله. في هاي النقاط اللي أنا بتدرج فيها، أي مرحلة تكون ويك بده ينهار المنشأ. لكن بهذا المسار اللي أنا بعمله، إذا اتبعت قوانين الكون، سنن الكون، سيكون المسار يسر جدا 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 والكل مرتاح. كمثل 4 اشتغلوا بمشروع، كل واحد عليه مسؤولية، إذا كل واحد قام بمسؤوليته كيف بيكون المشروع على 4 أشخاص؟ معقول. طب واحد ما قام بمسؤوليته، معناته مين بده يقوم بالمسؤولية؟ 3 التانيين. لذلك احنا عندنا مثل شو بقول، الحمل إذا توزع بنشال، الحمل إذا بتوزع بنشال. طب وإذا ما توزع خرابي. بدي أعطيكم نصيحة بالما أخذ الحضور والغياب. شباب أغلبنا بتربى في بيت للأسف الشديد بتكون عاطفة الأم والأب تجعل الأولاد ما يعملوش شيء، وهي تربية خاطئة. والأصل إنكم أنتوا بكل سن تتحملوا مسؤولية في البيت أكثر من سن الأب. يعني تتعودوا من أنتوا صغار ترتبوا كوتكم، ترتبوا أغراضكم، تجلوا صحونكم إلى آخر. هلا مع الوقت ومع الزمن أبوكم وأمكم بيصيروا يتعبوا وبيصير أنتوا حملكم زيد. فاللي بده يطول بعمر أبوه وإمه يقيم حمله عنهم. فإذا قام حمله عنهم برجع بلاقي إمه بدال ما تكون عمالة بتشتغل ليل النهار، برجع بلاقي الابتسامة على وجه إمه بدال ما يلاقي الإنهاك. شباب اتعلموا بالستركشر، إنه بيتكم ستركشر، والحمل إذا توزع ماله إنشال. وزعوا الحمل في البيت، احملوا عن أمهاتكم، احملوا عن أباياتكم ما استطعتم، حتى طولوا أعمارهم وضلوا محافظينكم. أنا لا بدي أخذ الحضور والغياب إلا إذا في حدا عنده تعليق أو بحب إنه يسأل أي سؤال. أحمد صدر موجود. أحمد يحيى. في 2 participants resident. الشباب اللي resident شو عندهم أسئلة تفضل. دكتور لو سمحت في مجال تنزل لنا السلايدات على الموديل؟ قطعا. أنا هلا السلايدات هدوك ما نزلتهم ليش؟ لأنه لسه ما بديناش بالمسار. هلا بتلاحظوا المحاضرة راح تنزل، المحاضرة السابقة شفتوا بتشتغل ولا لا؟ أنا ما جربت بس شفت إنها نازلة. تأكدوا إنها بتشتغل، والسلايدات هاي راح تلاقوها نازلة. يعني
انتوا الان رايحين تلاحظوا المحاضره والسلايدات نازله، بس الحصه الماضيه تقريبا ما كنتش حاكيش انا، كانت مقدمه فما نزلت السلايدات، حقكم علي. في حدا ثاني عنده؟ كان في اثنين ريز هاند، مين اللي كمان عنده تعليق؟ آية ريما. دكتور انا اللي حكيت، يسلموا ايديك. طيب شكرا كثير يا ريما. مين الثاني اللي بده عنده اي سؤال؟ طيب احمد يحيى موجود دكتور. احمد عاطف موجود دكتور. احمد عمر موجود دكتور. الحسين بشار موجود دكتور. امير موجود دكتور. آية موجودة. خالد الدوكات موجود. داليا عبادي نعم. ديانا هندية نعم. ريما موجودة. سارة موجودة. عبد الرحمن عيسوي عبد الرحمن العيسوي فاصل عندهم الكهرباء. مش فاهم. العيسوي فاصل عندهم الكهرباء، مقطوع الكهرباء. انا شاكر لك انك انت عمالك بتدافع عن زميلك، يا ريت الكل زيك. عبد الرحمن زيود حاضر دكتور. محمد حسن ناجي دخل عنده مش مسجل، موجود محمد حسن ناجي؟ طيب. عز الدين موجود دكتور. محمد ابراهيم موجود دكتور. ميس ذكارنا هيني. يعطيكم الف عافيه. اللي عنده اسئله بحب يسال يسال، والا ضايل عندنا دقيقه من المحاضره، بديش انا ابدا بموضوع جديد واخذ منكم وقت اضافه. دكتور ممكن اسال؟ طبعا. دكتور حكيت انت انه نقدر نعمل ريشيو ما بين ستيفنس للاكسيال مثلا وستيفنس للبندنج مومنت، نقدر نشوفها، نقدر من خلالها نشوف اذا مثلا هذا المنشأ احنا رح ناخذ بعين الاعتبار مثلا البندنج مومنت او لا. طيب الريشيو هاي يعني في لها مثلا ابر ليميت او شيء ولا لا؟ يعني انا كيف انه هاي رائع. لا سؤالك رائع، بس هذا السؤال المفروض اخذته في الاستراكشر. خذي اي منبر يا بنتي، خذي اي منبر عادي. يعني انتو هلا اخذت شيء اسمه مومنت ديستريبيوشن؟ اللي سال السؤال مين اول؟ خلينا نعمل حوار مع اللي سال السؤال. مين اللي سال السؤال؟ ديانا. اخذنا المومنت ديستريبيوشن. ديانا شو الفرضيه اللي عملتوها بالمومنت ديستريبيوشن؟ حدا متذكر؟ نيجلكت اكسل ديفورميشن. صحيح. لما كنتوا ترسموا ديفليكشن شو كنتوا تعتبروا المنبر طوله ثابت ولا لا؟ صحيح. ليش كنتوا تعملوا نيجلكت اكسل ديفورميشن؟ لانه الاكسل ستيفنس نسبتها للفليكشر ستيفنس بالمئات. لهذا الكلام المفروض في الاستراكشر اصبح عندكم بيس اوف كيك، يعني مش موضوع انكم، يعني انا ما عنديش مانع اشرح لكم استاتكس. لاحظوا انا بالمحاضره بذكركم بالاستاتكس، بذكركم بالميكانكس. في الاستراكشر دائما في عندنا احنا ريشيو، خصوصا بنعمله احنا بالستيفنس ماتريكس للفريم، بنحط ريشيو الاكسيال على الفليكشر في الممبر عاده بيكون بالمئات، 100 200 300. لاحظوا انتم شباب بنحذركم من مساحه مقاومه المواد، ومنحذركم بالستركشر، خذ الحمل اكسل، هذا اللي بيلعب برفع اثقال بتلاقي لك اياه بنتعب ثقل نتع، لانه اذا نتعه صار الحمل اكسل. هلا بيجي واحد بده يحمل شيء على راسه، بجيب ست شمول لهم احمله وحطه على راسي، لما بحطه على راسه فيش مشكله، لكن اذا هو بده يرفعه على راسه بصير معه ديسك. شباب الشيطان بيجيش من فوق او من تحت، الشيطان بيجي عن اليمين عن الشمال ومن الامام ومن الخلف، بيحاول يعمل شير ديفورميشن. شو هو الشير ديفورميشن؟ تغير عن الاستقامه، يعني انجل، بصير انجل بده يحرفك عن الاستقامه، واحنا الشير مش فاهمينه لان الشير عمل شيطاني. احنا ربنا سبحانه وتعالى بالاكسيال بخلينا اقوياء ما يمكن، وعلاقته معنا اكسيال، لذلك بتلاقي لك كل اللي بعلم رياضه وهلوم جرب لك اهم شيء تقعد في طريقه بتصل مع السماء 100% وتصفي ذهنك حتى انك تيجي لك رسائل من السماء. لذلك احنا بنقوم بالصلاه، اقم الصلاه وانت واقف. ليش؟ يكون كل الحمل اللي جاي والتلقي ماله انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كون واقف. اي انسان بده يتكلم شباب اذا بده يكتسب احترام الحضور بقف واقف، لانه هو بقف واقف بيكون قوته اكثر بكثير من هو قاعد.
هذا الكلام المفروض انتو بالنسبة لكم اصبح بيس اوف كيك في الميكانيكس. ما حصلش هذا الحكي، حصل في الاستراكشر، ما حصلش هذا الحكي. انا سعيد انكم تسألوا عنه الان، لانه بديش اياكم تطلعوا من الجامعة ولسه مش عارفين فين قوتكم، مصادر قوتكم. مصادر اي قوة لاي منشأ انك ما تخليهش يتعرض لشير، لان الشير لحد الان مش فاهمينه، ما يتعرضش لتورجن. احنا بنقول فلان لو ايد فلان، شو يعني لو ايد فلان؟ يعني ما حدش بحب ايده تلتوي، لانه التورجن مصيبة. بعرفش اذا ساعدك هذا بالفهم ولا لا. الريشيو عادة بيكون مئات الاضعاف يا بنتي لاي ممبر. لاي ممبر شو يعني ممبر بصور؟ ممبر في اي استركشر، والاستركشر بتعرفوا عادة بيكون الريشيو عندكم لما انتوا بتاخدوا سماكة السلابة مثلا ال على 20، سماكة البيم ال على 16 الى اخره. خدوا اي البيم سماكته ال على 16، اعملوا اكسل ستيفنس واعملوا فليكشر ستيفنس، ستجد انه الاكسل ستيفنس مئات اضعاف الفليكشر ستيفنس. هلا لما باجي على مثل هذا المنشا بتطلع على عناصر صغيره هون محطوطه، هاي مش محطوطه تاخذ قوه، هاي محطوطه تكسر طول هذا، بحيث لو صار هذا اندر كومبريشن بسبب رياح لفوق صار اندر كومبريشن ما يحصلوش مقلب. اما هذا كعنصر ما فيش هون حمل ياخده، يعني هو عباره عن زيرو فورس ممبر. لما بتتعلموا زيرو فورس ممبر يكون هذا عندكم زيرو فورس ممبر، لانه ما فيش قوه هون. القوه جايه من فين عندكم؟ من البيرلين جاي من فوق. بتحب تكمل على السؤال ولا بكفي الاجابه؟ لا لا وصلت. طب حد عنده اي سؤال اخر؟ انا شاكر لكم مشاركتكم، بتمنى تزيد مع الوقت، وبتمنى تشعروا انه لقدام عمالكم تاخذوا الامثله اللي انتم بدكم اياها، لان انا بدي بالبدايه ابني الفكر بعدين اسهل ما يمكن الامثله. يعطيكم لا يرضيكم يا شباب وبنات طبعا، الله يوفقكم.